ما يتعلق بالصلاة. تعلق بالصلاة. صلاة شهادة شهادة الرابع. ما يتعلق بالطهارة. طهارة شهادة شهادة الطهارة. إنما شهادة شهادة الشهادة. ما يتعلق بغسل الميت وتكفينه. الصلاة. ميت. أنت من وقت كذا وصلت على المتصلات وكذا كمان قبل كذي شهادة الطهارة. العدم والأخلاق الإسلامية. العدم والأخلاق الإسلامية. أو هذا المثل المبارك في هذه المرة ذكرناها. نعم. إذا شنو إذا مش نصيب أطراف إذا ممكن يصير مش شنو كذا إذا نبدأ الآن بالأمر الأول أو الدرس الأول في هذه الدروس. نعم. فضل الدرس الأول. ما هو الدرس الأول في هذا المدى؟ المبنين وهم درس ديكي لكشف الأرض. لا لا ما يسمح هذا الذي يعرف يبع اسمع. جي باربشي حق قلتم دور. نعم. طريق السلام يحفظ القرآن الكريم. طريقة السلام مع القرآن. طيب هل كان السلف الصالح رضوان الله عليه يحفظون القرآن بلا تدبر ولا عمل؟ पसंद से सारी सारी कुरान करीम के विदुर इत्तेदार पुरोता मुझा चला तार और तो हम लोगों को चाहिए तार जिस तार की हेल्प कर से करते हैं पसंद हाँ तो आपके सलाह है तो कुरान सारी सारी के एक तो कुरान और तो कौन से तार की चल दिए सो इधर पश्चात बनाओ स्टीयर कुरान इरान मरोफ़ेन वरोसा إلى إفراط وتفريط ورصد. نعم. الأولاد تقول بقى كيف أمركم تقولسه كيف أمركم تقولسه كيف مسكن بس تين بقى يوم بس. الوصف هم أهل السنة والجماعة سواء جعلنا وياكم منهم. مسكن إذا أصدق أهل السنة والجماعة الله لنا أمر لا تقولوا بالمقطع بارين. آمين. كل يوم يحفظ القرآن. تفضل يا شيخ انا اسمع السلام ليس فقط
يعني هي كلمة قلب الرسالة. بعض الناس تسأل يقول أنا من أتباع السلف الصالح، أنا من أهل الحديث، أنا من كذا. هذه الكلمة لا تصدق العمل، لا تكفي أن تقلب اللسان فقط. نعم. প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনেকে মনে করি যে মনে মনে করি আমরা সালাফি, আমরা সালাফি, আমরা আহলে হাদিস, আমরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ইত্যাদি বলে আমরা মুখে প্রকাশ করি। তো আমাদের মুখে প্রকাশের সাথে সাথে যেন আমাদের অন্তরে মিল থাকে, আমরা যেন সত্যি সালাফিদের অনুসারী হই। তারা যেভাবে সব কিছুতে কোরআন সুন্নাহকে ইত্তেবা করেছে, অনুসরণ করেছে, সেভাবে আমরা যেন সেই অনুসরণের সাথে আমরা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করি। فالمتبع حقا للسلف يحفظ في كل يوم 10 آيات من القرآن. السادس عليه فيديو تيم بيك بيك في قرآن الرجل كده آت لما تنظر بها حفظ كل واحد شهر تنظر بها حفظ تنظر ثم ينظر في تفسير هذه الآيات. طبعا شيء تشتي آت تفسير شيء لما شهر تفسير قرآن كل ما تشتغل ثم يستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل بهذه الآيات التي قرأها وحفظها. أطبال شكراشتي آيات الإسلام قال تفسيد أنا قال شكي شكرا شكرا كي عمل تبقى كل مالي شكرا 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 كي كيبا كشير آيات كله أمام قرداي شكرا 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 ولا يلزم ان تقرا في المطولات في التفسير، يعني كتفسير الطبري او القرطبي او ما الى ذلك من الكتب المطوله في التفسير، لازم تبحث عن كتاب مختصر في التفسير وتقرا تفسير هذه الايات، وهذا قد لا يكلف احيانا خمس دقائق في هذه العشر ايات. نعم. احسن باذن الله بلا بلا تطور تفسير القرطبي. فتأخذ تفسير مختصر كتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى، تأخذ هذا التفسير وتقرأ فيه كل ما تحفظ من القرآن. نعم. تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشيخ التفسير هذا هو ايش قالوا تشوف تشوف التفسير اذا في عرض التفسير كله اذا شنكت التفسير اذا في التفسير دي احنا شيء عبد الرحمن بن ناصر احنا شنو بنقول لا بقول بنقول هي ثاني كده اذا شنكت احنا مرمى مدبر بنقول هو عمل بنقول وبهذا تكون باذن الله تعالى تحفظ وتتدبر وتستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. এভাবে আমরা তিনটি বিষয় আমাদের হবে। এক নম্বর হেল্প করা, দুই নম্বরে সে যত্ন দমন করা, তিন নম্বরে আমরা আমল করার প্রতি নিজেকে যত্নবান হওয়া বা সেদিকে দাবি করা। هذا ما يتعلق بالقسم الاول طريقه السلف مع القران. تقول شيء بهم بقى طريقه السلف مع القران مع حفظ القران. تقول ترى اللي بيشيء طريقه السلف مع السلف في كل هاي الشغل كي يشوف يقدر 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 يشوف يقدر يشوف. الثاني ما هو الأمر الثاني الذي سندرس بإذن الله تعالى في هذا المثل؟ نعم، وما يضاد التوحيد الشرك، الله يرحمه. দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে তাওহীদ এবং তাওহীদ শিরক এবং তার সাথে সম্পৃক্ত তাওহীদের পরিপন্থী যে বিষয়গুলো ছিল শিরকের সাথে তাওহীদের সাথে পরিপন্থী যে বিষয়গুলো সেগুলো সম্পর্ক আছে। লিমাদা নাদরুস তাওহীদ, আমরা কেন তাওহীদ পাঠ করব বা তাওহীদের বিষয়ে কেন পাঠ করব? মানে আরে লিমাদা নাদরুস তাওহীদ বললেন যে আমরা তাওহীদ কেন خلقنا من أجله. ولا أقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الله تعالى أمر توحيد شرعك ما أمر ولا أدخل الجنة إلا واحد. جنة واحد من كسرنا كي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Usun.